الناشئين هم المستقبل، هم القاعدة، هم الذين نبني عليهم كل القمم الكبيرة، سواء على المنتخبات الأولى في الرجال والسيدات. ناشئين هم الأمل، ناشئين هم اللي بيدونا الأمل في القادم إن شاء الله. عشان كده النهاردة كان لازم يكون معانا كابتن هشام عبد الوهاب، أحد المدربين العمالقة طبعا في تدريب كرة اليد وخصوصا في ناشئين النادي الأهلي. كابتن هشام نور شاشة التايم سبورتس، ربنا يخليك. ميرسي لذوقك يا استاذ ابراهيم، شكرا لفندم، شكرا لذوقك. ناشئين بقى، الموضوع ده كبير جدا النهارده، عندي كلام كتير فيه بصراحه. واول الكلام، القاعده لما تكون سليمه القمه هتكون سليمه. مظبوط مظبوط تمام. كيفيه اعداد قاعده سليمه؟ يمكن انا عارف الكلام هيبقى كتير طبعا. لا لا بالعكس، المنتخب ده يستاهل ياخد من وقتنا كتير قوي ان احنا نشرح كل التفاصيل. طبعا يمكن اعداد لاي منتخب بيبتدي من بدايه من تصنيف المناطق، ومن المناطق بنبتدي نطلع بمنتخب قوي لمنتخب مصر. وليكن الجيل دوت اتكون اكتر من حوالي 3 سنين، يمكن عدى عليه شويه تدريب على مراحل مختلفه. يعني قبل كاس العالم على طول كان في تجربه الاثنين مدربين اللي هو كابتن ريشه وكابتن مجدي ابو المجد، اللي كان مع نفس المنتخب ده قبليها. وكانت الخطه ماشيه خطه الاتحاد، حاطين خطه محترمه جدا بفتره اعداد كويسه بماتشات وديه اللي بناء عليها يبتدي يظهر منتخب قوي. تمام. الاعداد البدني والنفسي والغذائي من الحاجات العوامل الاساسيه اللي ما كانتش موجوده قبل كده، وابتدت تخش في العوامل بتاعه المنتخب في تاسيس المنتخبات بتاعتنا. ويمكن دي بقت بتقوي شويه البنيه التحتيه بتاعتنا. حلو. فالعناصر دي كلها لما اجتمعت مع في وجود منتخب زي جيل 2002 و2004، يمكن 2004 خدوا فرصتهم بشكل اكبر شويه، في احتكاك، في ماتشات وديه اتلعبت قبل البطوله على طول، ودي ساعدت في بناء الفريق بشكل كويس ان هو يبتدي التكوين بتاعه عشان يبتدي يبقى تحضيريا للبطوله. البطوله بهذه القيمه طبعا بيبقى ليها تحضير قوي. تمام. وكانت اوريدي كانت محطوطه الخطه، وابتدوا يمشوا عليها تدريجيا لغايه لما وصلنا الحمد لله للبدايه اللي هي البدايه بتاعتنا، واللي وصلنا الحمد لله يعني وصل بمجهود الفريق ومجهود الجهاز الفني طبعا ان هم يوصلوا لليفل عالي ان احنا نوصل للكوارتر فاينل، ومنها ان شاء الله بنلعب على مركز ثالث ورابع دلوقتي. طب هاخدك شويه تدريب. اتفضل. في ومش هاخدك بقى للناشئين، لا انا هاخدك من اول الميني. اتفضل. من البراعم دايما كده في اي نادي او معظم الانديه، يعني لما يكون بيكون فريق براعم، فلما يجي يختار مدرب بيختار مدرب ممكن لسه خريج، لسه مبطل لعب، ويحمله مسؤوليه بناء قاعده. مظبوط. فالمدرب ده بيدرب على اساس خبرته هو لاعب، فهو عنده اخطاء الولاد بيكتسبوها. حقيقي. عنده ممكن قلة خبرة، الولاد بيكتسبوا قلة الخبرة. فهل انت مع ان انا ادي البراعم لمدربين صغيرين، ولا مدربين ذوي خبرة مع مدرب صغير اتعلم منه؟ بالعكس طبعا، ده انا هتجه اتجاه قوي جدا ناحية ان احنا المدربين اللي هم اكثر خبرة هم اللي يبقوا موجودين في القطاعات بتاعت الناشئين واللي هي النشأ او البراعم زي ما احنا بنتكلم. لان يمكن دوت الفرق بيننا شويه وبين اللعب في اوروبا. يعني بدايه اوروبا بيبتدوا ان هو بيعلم النشئ، بيعلمه اساسيات، وما بيدخلوش خالص في اجواء المنافسه الا في ليفل معين او الا في سن معين، ودوت الطبيعي يعني دوت الصح، لان احنا بنتكلم على سيكولوجيه الطفل، بنتكلم على طريقه نمو، كل الكلام ده علم. فعشان الكلام دوت او ان انا ادي الطفل صغير الجرعه بتاعت جرعه تدريبيه لو هي مش محسوبه بناء على التكنولوجي وبناء على الراجل دوت فاهم كويس قوي بيعلم ايه للنشئ ده، لان هو اول واحد يعني في طريقه ان هو بيعلم النشئ حبه مع الكوره طبعا، دي اول حاجه. والحاجات الصغيره اللي هو لو ما تربيتش فيه وهو صغير او لو ما لعبهاش بمعنى اصح في الميني هتفرق كتير قوي، لان انا عارف التفاصيل من تحت خالص. صح. حتى المدرب كمان لما يوصل لليفل تدريبي عالي، ويمكن الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده كتير، لما توصل لليفل عالي لازم تكون فهمت طبيعه اللاعب ده كان بيعمل ايه وهو صغير. فمن النشأ وانت بتلعب معاه وانت بتحببه في اللعبه، فانت عارف طريقه اللعبه بتديها ازاي، عارف كويس قوي التكنولوجي بتاعته هيتقبل قد ايه، عارف الوحده التدريبيه بتاعتي هتقف قد ايه. كل الكلام دوت لو مش مبني انا اسف على علم هيبقى فيه مشكله كبيره قوي. فبالتالي المدربين اللي ذوي خبره لازم هو اللي يكون موجود تحت، هو اللي يبتدي يعلم. ده كلام علمي بحت. تمام. وده كلام برامج وتلفزيونات. تعالى اتكلم بصراحه، ولكن عشان اجيب الكابتن سين او صاد اقول له تعالى امسك فريق مواليد 2016، هيقول لك لا انا ما ينفعش خبرتي ودنيتي. في مصر لا يطبق الكلام ده الا في بعض الانديه. مزبوط. مش عايزين نذكر اسماء يعني. مزبوط طبعا. ان الكابتن فلان اللي هو الخبره اللي
هو اللي بيطلب، انا همسك البراعم، انا همسك الفريق ده، انا هطلع من الفريق ده عشان اعمل بيه كذا واعمل بيه كذا وهعلم دول واديهم خبرتي. كلام مظبوط. في مصر ما بيحصلش الكلام ده كابتن بنسبه كبيره. طبعا طبعا بنسبه كبيره ما بتحصلش طبعا. طبعا للاسف بيبقى بالعكس، بيبقى بنستسهل ان احنا اللي لسه مخلص رحله اللعب بتاعته، فالمدرب اللي احنا لسه امكانياته ممكن تكون ضعيفه، في بتبقى يعني محددين. لكن طبعا للاسف القاعده كانت بتطلع مضروبه كابتن. تعالى نتكلم بصراحه، اقول لك حاجه، القاعده فعلا لو انا سلمت القاعده لمدربين صغيرين لسه، طبعا مع احترامي لكل المدربين اللي بادئين، هو لازم ياخد فرصته. كلام منطقي. بس ياخد فرصته تحت اشراف في الملعب. تعالى بقى نتكلم. يمكن الاتحاد مقنن الموضوع دوت في حته، في جزئيه كويسه قوي. ان هو المفروض ان المدربين دلوقتي لازم يحصل على سيرتيفيكت او على شهاده. تمام. او رخصه ان هو يقدر يمرن الاجيال الصغيره، فدي كانت خطوه كويسه. وبعد كده بيعملوا دلوقتي حاجه، مقسمين الاولاد الصغيرين اللي هم لسه بيبتدوا ان هو A وB وC مثلا، والكاتيجوريز دي كلها بتبقى بناء على المدرب دوت هياخد الفئه ديت. المدرب دوت هياخد الفئه دي. فيمكن في شويه حاجات بتحصل بقى لها فتره، بس مش هنشوف الامباكت بتاعها دلوقتي على طول. انا بشوف مدير قطاع ناشئين وبشوف مدربين في كل مرحله، وبس انا في الملعب ما بشوفش مدير قطاع الناشئين. مش بتكلم على الهاندبول، لا بتكلم عامه. فاهم قصدي حضرتك. احيانا ما بشوفش المدير الفني لقطاع الناشئين اصلا في النادي غير مره كده، بيجي ياخد شويه اوراق ويتكل على الله. انما ما بينزلش الملعب يعلم بنفسه، ما بينزلش يصحح للمدرب. ده مش عيب. لا طبعا مش لو عيب. لو عايز اعمل بالعكس طبعا. بالعكس، دي هتضيف ليه وهتضيف للناشئ الصغير اللي طلع عارف كويس قوي ان هو اتعلم الاساسيات كويس قوي فياخدها بالاصول. فمش عايز اقول والله الكلام ده ان هو بيحصل او ما بيحصلش، بس الكلام ده بيحصل، يعني بيحصل في بعض المؤسسات. مظبوط. والحمد لله من غير بدون ذكر اسامي بيحصل قدام عيني يعني. فاللي هو لا، في رئيس قطاع ناشئين، في نائب رئيس قطاع ناشئين، كل واحد قايم بدوره علشان نبتدي نبص ونهتم اكتر بالناشئ اللي طالع صغير. انا بمناسبه النادي الاهلي طبعا، حضرتك طبعا مدرب فرق ناشئين في النادي الاهلي، انا شويه هروح للباسكت. مدير قطاع الناشئين في الباسكت هو داني اسباني. مظبوط. اللي باروندو جايبه. صح. مدرب ده مدير قطاع الموهبه، ده بيكتشف المواهب. صح. بينزل يشتغل بايده. امتى هيكون عندنا القصه دي رسمي في مصر، ان انا عندي الكابتن فلان، انا مش عايز اقول اسامي. هقول طب هقول اسم، كابتن طارق محروس عشان حبيبي. طبعا. ماشي؟ ربنا يشفيك يا رب. ربنا يشفيه ان شاء الله، يقوم بالسلامه ان شاء الله. بكره الصبح يكون بيعمل عمليه ان شاء الله، يقوم بالف سلامه. انا اتمنى الكابتن طارق محروس الاقيه واقف مع البراعم كده بيقول له تعالى اقف هنا، خطوه تتاخد من هنا، الفيك يتعمل كده. مظبوط. اعملها تاني وريني، مع المدرب الصغير اللي احنا بنقول عليه اللي يقدر يتعامل مع البراعم دول في المستقبل بعد كده. طبعا. وبطلب من كل الاتحادات يعني، انا برضو احنا خلينا بقى نتكلم في الناشئين، موضوع كبير، موضوع هو امن قومي بصراحه. ناشئنا امن قومي فعلا حقيقي. طبعا. يعني الاتحادات زي ما حضرتك تقول في سيرتيفيكيشن المدرب لازم يحصل عليه، في اختبارات، في 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 و بتمنى يكون في التحليل النفسي للمدربين للتعامل مع المراحل السنيه الصغيره. مظبوط. لان انت اللي انت هتبنيه هيفضل معاه طول عمره. بنيت لاعب جبان هيفضل جبان. مظبوط. بنيت لاعب قوي هيفضل قوي. صح. ايه رايك في الكلام ده؟ يعني انا بقالي اكتر. وكلمني عن النادي الاهلي. هكلمك بمنتهى الصراحه، لان النادي يعني انا صدقني من غير اي مزايدات او من غير ان انا اقول اي حاجه، بس فعلا في قطاع ناشئين دلوقتي موجود، وكان في ليه دراسه او ليه مشروع بمعنى صح، مشروع قائم، وكابتن احمد سالم يمكن على راس هذا الجهاز، وخلفه طبعا مجلس اداره، بس في الاخر خلاص مشروع قائم. المشروع القائم دوت عباره عن ان انت النشئ بتاع النادي الاهلي ازاي يطلع يبقى فعلا عنده الحته بتاعه انتمائه للمنظومه، وفي نفس الوقت ازاي هيفيد النادي في المكان بتاعه. وانا اسف بغض النظر عن الالعاب، مش شرط الالعاب، بقى في زي ما حضرتك بتقول كده، بقى في حد متخصص في ان هو انتقاء المواهب اللي جوه النادي سواء في جميع الالعاب. ففي طفره بتحصل، يمكن مش باينه ومش محطوطه تحت السبوت بشكل كبير. احنا نتمنى جدا ان هي تبقى معممه وموجوده في كل الانديه، دي هتفيد الرياضه المصريه بشكل غير عادي، لان الاهتمام بالنشئ بتاع حضرتك هو الاساس، يعني زي ما حضرتك لسه بتتكلم عليه هو الاساس. وخطورته فعلا اذا كان التوجيه، لو توجيه غلط فبيطلع فيه حاجات للاسف، وبتشوفها على مراحل بعد كده مختلفه، ان في حاجات يعني بتحس ان في حاجه مش سويه، في حاجه مش مظبوطه، فبالتالي بتبتدي تشتغل عليها. لكن احنا لو اشتغلنا على الكلام ده من بدري اكيد هنفويد الكلام ده في المرحله اللي بعد كده. ده اللي احنا بنتمنى يعني، ودايما رسالتنا هنا حتى في البرنامج يعني المحافظه على الناشئ، لان هم دول اللي هينفعونا بعد كده. يعني دايما بشوف الفرق الكبيره عنده مدرب اعداد، عنده مدير فني، عنده مزبوط. مدرب، عنده مدرب طبعًا. مدير راجل مخاطب بدني، نيوتريشن واعداد نفسي طبعا، عنده واحد بتاع منتل كمان يقدر يشتغل معاهم. ده حقيقي. انا بالعكس انا محتاج دول هنا.
بصراحه بنسبه كبيره صح. طبعا يعني ومع اختلاف يعني جزء كمان الاضافه بتاعه التكنولوجي التكنولوجي بره بتخلي اللعيب في حته تانية خالص تحليل الحركه بتاع اللاعب ده حقيقي لان هو بيتراك بيقدر المقياس بتاعه اللي بيشتغل عليه يقدر يحدد اللعيب دوت امكانياته قد ايه وهتديك قد ايه في الماتش وتحت ضغط عامله ازاي فكل حاجه محسوبه بالورقه والقلم فالعلم لما دخل في الرياضه خلى الموضوع مختلف يعني الحمد لله ان احنا علشان عندنا انديتنا سواء الاهلي زمالك المنتخب يعني موجودين وعلى راسهم اجهزه فنيه اجنبيه فهم محتكين دايما بالتكنولوجي اللي بره احنا عندنا مشكله لما الكلام ده بيحصل على ليفل المدرب المصري للاسف لان احنا ما بنشتغلش بنفس التكنولوجي اللي شغاله بره فبالتالي الحمد لله ان احنا من الفرق الرائده في افريقيا واوروبا دلوقتي بسبب ان احنا عندنا التكنولوجي في الرياضه بتاعتنا فاعتقد برضه لو اتعممت الموضوع ده هيختلف كتير ان الرياضه او التكنولوجي تتدخل في الرياضه بتاعنا بشكل كبير ده بنتمنى طبعا يعني واكيد ان ده بيعود على المنتخبات بتاعتنا سواء في الناشئين او في الشباب او في المنتخبات الاولى منتخب مصر وبطوله العالم وان شاء الله بكره ميداليه البرونزيه ان شاء الله باذن الله هنتكلم فيها ولكن بعد فاصل قصير استنونا رجعنا تاني وكابتن هشام عبد الوهاب والحديث بقى عن منتخب مصر في حاله رضا للدخول للمربع انت البطل الدوره اللي فاتت البطوله اللي فاتت طبعا 2019 ووقفت 2021 بسبب كورونا البطوله دي مربع ذهبي يعني احنا اون تراك مظبوط مباراه خساره من اسبانيا كانت في المجموعه الرئيسيه مباراه خساره مع الدنمارك في نص النهائي بس احنا موجودين في الاربعه اوكي مرضي انت زعلان وانت بتقولها مرضي انت زعلان وانت بتقولها راضي عن النتيجه دي انا بالنسبه لي راضي وهقول لك اسباب ليه احنا ليه راضي او يمكن اسره كره اليد هتبقى راضيه شويه لان احنا مبدئيا الفوارق اللي في اوروبا يعني كل سنه عن السنه اللي بعديها احنا بنشوف فوارق مش طبيعيه ما بين سنتين كمان الموضوع بيختلف تماما يعني جيل مثلا لو احنا نلعب بايه بقى بايه الفرق الفوارق دي سببها ايه اللي احنا قلناه في الاول بالظبط كده انا لسه هرجع اقول لك رقم واحد تكنولوجي رقم واحده بس كده شكرا العلم والتكنولوجي هم اللي بيفرقوا تمام بيفرقوا كتير قوي وقلنا برضو البدايه بتاعتنا لان هو الاساس بتاعه بيأسس لعيب نفسيا وبدنيا لغايه لما يوصل لليفل معين لكن احنا بالنسبه لنا اللعيبه بتوعنا بيخشوا في اطار منافسه من هو صغير قوي ودي بتفرق كتير قوي عشان كده احنا ممكن نكون شاطرين في الليفل ده لان احنا لسه طالعين من منافسه فعارفين كويس اجواء المنافسه فاحنا شاطرين فيها لكن الليفل اللي بعد كده اول ما بيدخل العلم شويه بيحصل فوارق لكن يمكن مع الجيل دوت الجيل بالنسبه لنا هو البدايه بتاعته لما ابتدى كاس العالم ابتدى مع اليابان وابتدى بعد كده بعديها ماتش تشيك ريبوبليك وبعد كده ماتش سويد وكل ده بالتدرج الحمد لله كسبناهم لغايه لما طلعنا المرحله اللي بعد كده اسلندا لعبنا الاول البرازيل وكسبناها وبعد كده اسبانيا كان في ماتش ايسلندا طبعا انا بقول هم الثلاثه دول ايسلندا وبعد كده برازيل وبعد كده اسبانيا تمام يمكن التدرج بتاعنا اللي احنا لغايه لما لعبنا ماتش اسبانيا كل الفرق اللي احنا بنلعبها فرق بنسبه 90% لعب بيلعبوا يعني على ليفل عالي تمام كون ان احنا نوصل ان احنا نكسب كل الفرق ديت ووقفنا عند اسبانيا ماتش اسبانيا قبليه انا متاكد كويس قوي ان كابتن الفي وكابتن وائل قعدوا اتكلموا مع الفريق على صعوبه الماتشين اللي هيبقوا ورا بعض سواء ماتش اسبانيا والماتش بالنسبه كمان اللي هو بتاع الفاروس وهنقف واقف عند جزء الفاروس دي عشان الكامباك بتاعها كان عظيم بصراحه فالدروب اللي عند ماتش اسبانيا ده ممكن يكون مش مقصود اللي هو احنا عارفين كويس ان انت الكيرف بتاعك لازم يبقى طالع لكن في وقت من الاوقات لازم تقف بالليفل بتاعك عند ليفل معين عشان تقدر تكمل بعد كده بقيه البطوله تمام. انت مش كل اللعيبه بتاعتك هتفضل 100% معاك مكملين طبعا لغايه لما وصلنا الماتش اللي هو اللي كان الكوارت اللي هو دور الثمانيه مع الفاروس جزء الفاروس دور الثمانيه فماتش في دور الثمانيه ويمكن كتير ما يعرفوش ان الفاروس دي يعني الفاروس دي فرقه من دول
نقدر عليها اسكندنافيه اللي هم هاند بول اصلا، هي تابعه للتاج الدنماركي. فلكن حضرتك تخيل المعلومات دي كلها عرفناها قريب لما شفنا الفرقه اول ما ابتدت تكسب المانيا، ابتدينا نتفاجئ ان في فرقه بتطلع معانا. في مين دول بالظبط كده؟ فاللي هو لا الجزر دي عدد سكانها تقريبا 67,000 وهي تابعه للتاج الدنماركي. مزبوط. والدنمارك ساعات منتخب الدنمارك ساعات بيستعين بلعيبه من جزر الفرق. مظبوط. شكرا المعلومه دي عشان جديده بالنسبه لي. لا هم عشان هم مع بعض يعني. فاللعب بتاعهم طبعا قريب من اللعب اللي هو السويد والدنمارك والنرويج والكلام ده كله، فبالتالي كان في مفاجاه ان الولاد بيلعبوا ماتش، وفي نفس الوقت انت عارف ان انت ممكن تكسب الماتش في اي لحظه، لكن دولت مش الدنمارك في الاول والاخر. لكن برضو الماتش راح وجي وراح وجي لغايه لما الدرس اللي الولاد اتعلموه، ونحب اشكرهم بصراحه من خلال الجهاز الفني والجهاز الطبي وكل العاملين معاهم يعني بصراحه على الكامباك اللي حصل، لان الماتش دوت عملوا كامباك حلوه قوي قوي قوي. مستحيل. وكان عندهم كلمه مستحيله، هي دي الدرس اللي احنا بنعلمه الولاد الصغيرين، بقول لهم اوعى تسيب الماتش بتاعك غير مع صفاره الحكم. صح. فهي دي ده المعنى اللي احنا كنا عايزين نوصله، ده الدرس اللي احنا عايزين نوصله. رجاله بصراحه، فكانوا درس كويس قوي للمكسب وللهزيمه بالمناسبه، لان الفرقه اللي اتهزمت او جه فيها جون في اخر لحظه لو استسلمت شكرا ادي طلعت بره الجيم على طول. انا عايز اروح الدنمارك. ماتش الدنمارك طبعا ماتش انا يعني من قبل ما نلعب انا متاكد هم كمان كابتن الفي وكابتن وائل محفظين الولاد خطورة الفريق الدنماركي والمدرسة الدنماركية اللي احنا كلنا عارفينها طبعا. السرعة والقوة والاستخدام المساحات، فكان فيها جزء من عندنا شوية فيه ممكن يكون فيه شوية غلطات ما فيهاش، ما نقدرش نقول لا يعني، لكن في الاخر خالص فرقة الدنمارك فرقة تقيلة قوي، فرقة قوية قوي، فرقة منظمة قوي، فرقة عارفة كويس قوي التكنيك بتاع الفرق بتاع بتلعب على نقط ضعف. يعني هو عمل عليك سكاونتنج للماتش اللي قبليك كويس قوي، لان هو عارف كويس ان انت في وقت من الاوقات هتروح تلعب عليه عالي بنفس اللعب بطريقه العالي. انا بس عايز الشباب كده لو سمحتوا لو انتم مجهزين، عايز اول 10 دقائق لحد ما وصلنا 6-6، بعد ال 6-6 كده يعني نحاول لو عندكم الفيديوز هتغنى كده على الاوف نشوف يعني براحتكم يعني طبعا. لان ده السؤال اللي جاي. انت لحد 6-6 7-7 انت رايح جاي. مظبوط. انت بتلعب سرعات وانت طالع من مباراه اكسترا تايم. مظبوط. لعب مباراه صعبه، لعب مباراه بحمل عالي، مفيش وقت للريكفري. فالسؤال هنا بقى، هل احنا اللي كنا عايزين نفرض الاسلوب السرعه على الدنمارك واشك ام الدنمارك هي اللي فرضت شخصيتها علينا في الفتره دي لحد ما حصل الجاب الثمان اهداف فرق؟ طبعا بنسبه كبيره الاجابه رقم 2 طبعا، لان هو اللي هيستخدم سرعاته، لان دي ده سيستم لعب. تمام. ده هو متربي على ده، هو متربي على طريقه الدفاع. انا كان المفروض اعمل ايه؟ احنا المفروض ان احنا يعني بنلعب على يعني احنا الولاد اوريدي عملوا جيم كويس، والكامباك حتى بتاعهم في ماتش الدنمارك كان كويس، بس احنا كان عندنا مشكله في قفل المساحات بتاعتنا لخطوره اللعبه بتاعتنا، او تغيير طريقه الدفاع في وقت ما. يعني يمكن شويه احيانا اللي جوه الملعب، وطبعا ده قيم كامل العذر للمدير الفني، لما بتبقى جوه الملعب احيانا بتبقى فوكست وستريسد جوه الجيم، فما تبقاش في حاجات مش شايفها. لكن احنا مثلا اضطرينا نطلع نلعب عليهم 6 أو 7 هجمات بشكل عالي، ما نجحناش في ولا واحده فيهم. فهنا كانت طريقه الدفاع المفروض تتغير في لحظه من اللحظات، يعني بعد 1 2 3 خلاص انا عرفت ان انا عندي مشكله، لكن احنا كان عندنا اصرار شويه، كان ممكن طريقه تتغير شويه. هي دي الحاجات اللي يمكن ممكن تبقى بتاثر، وهي التفاصيل الصغيره اللي في الجيم اللي زي ماتشات الدنمارك والليفل العالي، بتبقى التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق معانا. فتفصيله زي ان احنا مدافع يتسرع في ان هو يطلع فيبقى عارف كويس قوي، مع فرق تانية ممكن تلحق تلم الغلطات، مع فرق زي الدنمارك استحاله تعرف تلعب، لان هما نسبه الغلطات ونسبه النيس باس بتاعه قليله قوي، ضعيفه قوي. صح. ده اوت اوف سكاونتنج، مش احنا اللي بنقول الكلام ده. فاحنا عندنا مشكله في تخليص الكره بتاعتنا في اوقات معينه، التايمنج بتاعنا ما خدناش الوقت الكافي بتاعنا ان احنا نقف. تمام. احنا هنا بص ماشيين يعني جون 5-5 جون جون لحد تقريبا 7-7 وبدات الدنيا. حضرتك خدت بالك ان اول ما يبقى السكور لمصر 6-5، بص حضرتك في خلال قد ايه من الزمن الهجمه لازم يكون ناهي الهجمه جون. لازم هو عارف ان هو طول ما في ليدنج عليه او الفرقه اللي قدامه ليدنج عليه في خلال اقل من 8 ثواني لازم يبتدي ينقل الكوره، علشان عارف كويس قوي التكتيك اللي يحط بيها الجون. فهو عارف كويس، لكن اول ما يبقى السكور فرق 2 لصالحه هتلاقي التكنيك بتاع اللعبه بتاعه اختلف، فهو سيستماتيك، هو بيلعب بسيستم لعب. تمام. ما بيلعبش عشوائي شويه. انا كان يجب ان انا هديهم شويه في الشوط الاولاني، اهدي الدنيا شويه. ممكن لا بالعكس، ممكن ابقى بسرع الهجوم بتاعي، لكن في الدفاع بتاعي اطول زمن الهجمه علينا اكتر من كده، يبقى الدفاع بتاعي اقوى من كده شويه، لكن انا كنت بسمح بمساحات اكتر من كده. انا جيت في حته الستة ستة دي، كان رجع على ما اعتقد وائل او زياد حشاد. اوكي. رجع بص للكابتن وائل وبص للجهاز الفني، عمل له كده. طبعا. عمل له كده. طبعا. فمعنى كده ان في فعلا كان في اوفرلود على الولاد طبعا بسبب ماتش الفارو. مظبوط. طيب اروح للشوط الثاني،
انا شفت على السوشيال ميديا. انا هقول لك بصراحه يعني، انا بصراحه ما اتفرجتش على الشوط الثاني لان انا يعني من النوع اللي هو ايه، حسيت أي حاجة ان فيها مصر وحاجه بتفرق، وانا ممكن اخش مع نفسي اقفل. انا يعني لازم نتفرج ونتفرج للاخر والله كمان والله بجد. لا ببقى متضايق جدا، وانا من النوع اللي هو اعصابي تتشد وبيحصل لي مشاكل طبيعي، فانا ما اتفرجتش على الشوط الثاني. انا حسيت كده ان احنا يا ابني انت البطل، الناس دي كلها جايه قلقانه منك. الشوط الثاني السوشيال ميديا اتكلمت على ان الشوط الثاني لم يعني يطلب الجهاز الفني تايم اوت. اوكي، ما نسيوا ولا لا؟ ما نقدرش نقول نسيوا، بس هل ينفع ان انا ما اطلبش تايم اوت؟ لا لسه، كنت لسه ممكن طبعا ما اطلبش تايم اوت، بس ده على حسب ان انا اكتر واحد جوه الجيم حاسس بمجريات الماتش عامله ازاي. وطبعا غير ان كابتن وائل واقف على الخط، هتلاقي كابتن الفي ولقامه كبيره جدا بخبراته موجود على الخط بره، فهيقدر ان هو يفيد لو في اي مشكله حاجه زي كده بموضوع ان احنا محتاجين تايم اوت. بس تايم اوت طول ما انت مغلوب بتبقى بنسبه كبيره عايز تجري عشان تلحق تعوض فرق السكور. ما بتاخدش تايم اوت. الغريبه هو ان ده اللي مش متعودين عليه، ان المدرب بتاع الدنمارك الناحيه الثانيه هو كسبان فرق 5 أجوان أو 6 أجوان وهو اللي طلب تايم اوت. هو عايز ينظم اسلوب لعبه بناء على التغييرات اللي بتحصل في الفريق المصري. فهو هنا بيسبق من بدري قوي بطريقه فكره شويه، يعني اللي هو بيبقى بدي تعليمات للفريق بتاعي، خلي بالكم بنسبه كبيره الفريق هيبتدي يدافع بطريقه مختلفه، فابتدي يبقى مهله نفسيا قبل ما ينزل. انت لان انت بتجري ورا السكور او بتحاول تعوض السكور، فشويه محتاج ان انت تجري ومش محتاج ان انت توقف الملعب اكتر. وطالما ان انت ناجح في ان انت تقلل السكور، غصب عني مش هحاول اخد في تايم اوت بشكل كبير. فبتختلف المدرب لمدرب، بتختلف من فكر لفكر طبعا بتختلف يعني. طيب دفاع 6-0 ده اسلوبنا، احنا شفنا فيه دفاع، لقينا فيه 3-3، لقينا 3-2-1 مظبوط، 3 لقينا مان تو مان كمان، ومان تو مان كمان وصلت لمان تو مان يعني صح. هل تغيير بسرعه كده، هل تغيير طريقه الدفاع ممكن تعمل ارباك للفرقه الثانيه على ما يبدا يجهز ورقه؟ بس احنا حصل معانا العكس مع فريق عن فريق تفرق يعني، احنا عملنا كده مع الفريق اللي قبليه على طول مع الفارس، عملنا معاهم طبعا، لكن واوريدي مشيت معانا وخدنا الكوره وجبنا الجون وكسبنا. لكن مع فرق زي الدنمارك هو بيلعب على المساحات الكبيره، لا مش هتعرف تلعب معاه، فممكن فريق تتعامل معاه لكن فريق تاني ما تمشيش معاه زي ما احنا عايزين. سريعا عشان وقتنا انتهى طبعا، والكلام معاك ممتع بصراحه، ربنا يخليك. بكره لازم نعمل ايه؟ روشته كده في سطرين. لازم يبقى نتكلم الاول في الحته بتاعه الدفاع. الدفاع بتاعنا هو المكسب بتاعنا عامه في اللعبه بتاعتنا، الدفاع الاساس بتاعنا، وطريقه الهجوم بتاعتنا وطريقه توزيع الكوره بتاعتنا وتقسيم الملعب، تقسيم الجيم على المجريات يعني، مش مجرد ان احنا بنجري وخلاص او ان احنا خسرانين فخلاص، لا لازم يبقى مقسم الجيم من الاول خالص. واعتقد هم واخدين تعليمات على ان هم ازاي يقسموا الجيم بتاعهم. تقسيم الجيم بيدي مساحه للمدرب وللعيب ان هو يقدر يقف كويس، يبقى عنده رؤيه داخل الملعب. فان شاء الله باذن الله نكسب بكره باذن الله، وبروح الابطال ان شاء الله بكره، وبالثبات الانفعالي نكسب ونطلع على مصر تيجي ان شاء الله. مهما كان المنافس هو صاحب الارض، ولكن ولادنا قدها. بشكرك جدا كابتن هشام عبد الوهاب مدرب فرق الناشئين بالنادي الاهلي، وبشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.